خلافات وتبادل للاتهامات، هكذا هو حال إسرائيل بعد هجوم حزب الله اللبناني، والذي جاء في إطار رده على اغتيال قائده العسكري فؤاد شكر في الضاحية الجنوبية لبيروت الشهر الماضي. فبعد أن التزم الجميع الصمت في إسرائيل بعد الهجوم، تصاعدت الانتقادات من جديد لحكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، كما أشارت وسائل إعلام في إسرائيل إلى أن التوتر خيم على أعضاء الحكومة وداخل حزب الليكود، في ظل خلافات حول طبيعة وحجم الضربة الاستباقية لإسرائيل ضد حزب الله. واتهم مسؤولون محليون بشمال إسرائيل حكومة نتنياهو بالتركيز على حماية تل أبيب فقط وإهمال المناطق الشمالية، والتي تتعرض لقصف يومي من جانب حزب الله منذ 8 أكتوبر الماضي. وزير الأمن القومي المتطرف إتمار بن غفير عاد إلى الهجوم مجدداً على وزير الدفاع يؤاف جالنت، واتهمه بأنه ينحني أمام حركة حماس برغبته في التوصل إلى صفقة أسرى غير جيدة لإسرائيل، كما اتهمه بأنه مستمر في نظريته الانهزامية أمام حزب الله في الشمال. أما زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، والذي صرح سابقاً بأن الحكومة قد خسرت الشمال، اتهم نتنياهو بعرقلة التوصل إلى صفقة تنهي الحرب في قطاع غزة حتى لا يوجه اتهامه إلى جبهة الشمال. وأكد لبيد أن نتنياهو يقوض أمن إسرائيل ويعرض على الإسرائيليين الاستمرار في الحرب إلى الأبد. من جانبه قال زعيم حزب إسرائيل بيتنا أفجيدور ليبرمان إن الرد على حزب الله كان يجب أن يكون مختلفاً تماماً، مؤكداً أن نتنياهو ووزير دفاعه اختارا الرد الأقل أهمية. تصاعد الانتقادات والاتهامات الداخلية ضد حكومة نتنياهو يشير إلى أن ما حاولت حكومته الترويج له عن ضربة استباقية ضد حزب الله قبل تنفيذ هجومه ما هو إلا سردية كاذبة حاول فيها نتنياهو أن يظهر بمظهر الرجل القوي أمام الرأي العام الإسرائيلي.